كتشوفوني هادئه، ولكن انا مورا الكاميرا شويه كثيره حركه وكيف ما كيقولوا خفيفه الدم، فكاهيه شويه. ما عرفتش، انا دائما كنحاول انني نكون خلف الكاميرا بحال قدام الكاميرا، ولكن سبحان الله ما عرفتش علاش كنوقف قدام كاميرا كنولي هادئه رغم انني فيها حس فكاهي كبير. وان شاء الله نحاول، ان شاء الله نوين نحاول باذن الله نبين للناس هذا الجانب الفكاهي مني، وان شاء الله الكلمه الطيبه. انا هذه اكثر حاجه كتفرحني، للكلمه الطيبه. مني كنسمع شي واحد كيقول في حقي كلمه طيبه او لا كيكلمني بطريقه زوينه، فهذا الشيء انا كيفرحني وكنقدره بزاف. قليل فاش كتلقيني كاعيه، انا ديما ضاحكه، قليل فاش كتلقاي شي حاجه كاعيه او انها كتاثر فيا. والحاجه الثانيه اللي كتفرحني هي تشوف هاد الوالده ديالي، مادام انا كنشوف الوالده ديالي بخير وعلى خير، فهذه اكثر حاجه كتفرحني واكثر حاجه تقدر انها تاثر فيا. الا شفت الوالده ديالي مثلا عيانه ولا شي حاجه، هذه الحاجه اللي تقدر تاثر فيا، اما اي حاجه اخرى نهائيا ما كتاثرش فيا ولو 0%. انا عائلتي شي حاجه كبيره بالنسبه لي. انا بحكم انني عايشه بوحدي في برا، فالا ما جيتش المغرب انا كنحاول اكثر ما كاين انني نجي نجلس مع العائله ديالي وندخل معاهم ونجلس ونجمع وهذا. ولكن مثلا الا كان عندي الشغل كثير والخدمه كثيره، فكنضطر انني نجيب العائله ديالي غير باش نبقى معاهم. فانا العائله ديالي شي حاجه مقدسه بالنسبه ليا، وهما اللي كنستمد هي هما اللي كناخذ منهم القوه ديالي والطاقه الايجابيه. ف عائلتي شي حاجه مقدسه بالنسبه لي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.